ماء زمزم للبيع في دمشق. نشر موقع أثر بريس بوست نزله تاجر مر على جروبات الفيسبوك كاتب فيه: موجود ماء زمزم جالونات مختومة، الحجم 5 لتر، السعر 225,000. ولحقوا حالكم، ها ترى الكمية محدودة. يا أبو مقداد لا تخشى شيء يا غالي، ذكرتنا بالمسلسل. ظاهر الأخ متأثر كتير بالولادة من الخاصرة وبشخصية أبو مقداد، بس ما عرفنا بقى مين أبو فلونة تبعك، يعني قصدي مين اللي عم يشحن لك ياهن لهون، ويا ترى المي زمزم ولا مثل المسلسل شي سبيل؟ الله وكيلك مي معباية من نص الفيجة، بس يعني شي زمزم على كيف كيفك. وحسب ما قال موقع أثر بريس أنه سعر هالعبوة بالسعودية هو 8.5 ريال، يعني على السوري تقريباً 29,700، ولكن صاحبنا أبو مقداد عارضة البيع ب 225,000، يعني في ربح لجيبته تقريب 190,000. ولكن لا حدا يغلط ويفكر أنه هال 190,000 رايحين لجيبة أبو مقداد، قصدي الشاب يعني، لا لا، هي مي زمزم ما بتنباع، هو فقط عم ياخذ تكاليف نقل لهون. ولا تخشوا شيء بالمرة. ولكن في خبرية يا جماعة هيك شوي ما عجبتني، قال صاحبنا تاجر المي بيعتذر أنه يبيعك أكثر من جالونين. لا لا، أبو مقداد كان أرجل منك بصراحة. هي لما تطلب أبو مقداد من الشي إن هيك تكون النتيجة. الناس قالت والله حتى كفار قريش متبريين من هيك تجارة. الناس قالت إذا يلي عندك فعلا هي مية زمزم، سمي بسم الله، شرب لك شي كاسة طهر فيها أفكارك يا زلمة، ولا عاد تحضر مسلسلات، حاول تقضيها على توم وجيري.